السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم أتيتكم بحلقة جديدة من سلسلة تختيم لعبات جي تي اي سان أندرياس النسخة النهائية. فهيا لكي ننطلق. حسنا يا شباب، لم يتبقى الكثير على تختيم لعبات جي تي اي سان أندرياس النسخة النهائية، تقريبا تبقت حلقتين فقط وسوف ننهي تختيم لعبة جي تي اي سان أندرياس نهائيا. حسنا، الآن توجد بعض المهمات في هذا المكان، ولكن أولا يجب علينا شراء هذا المحل. هذا عبارة عن معرض السيارات، سوف نقوم بشرائه يا شباب لكي تظهر لنا بعض المهمات الأخرى الخاصة بالجراج، بجراج سي جي الموجود في سان فييرو، يعني ذلك الجراج الذي ترونه أمامنا. ولكي تظهر لكم هذه المهمة يا شباب، فهناك مهمة يجب عليكم القيام بها، وهي هذه، وهي مهمة سباق السيارات أو اختبار القيادة. مهمة اختبار القيادة يجب أن تقوموا بها وتجتازون جميع الاختبارات حتى تستطيعون فتح وشراء معرض السيارات. بعدها سوف تظهر لكم هذه المهمة كما ترون معي. فدعونا، أنا لم أقم بتسجيل معكم ذلك المقطع لأن اختبار القيادة يأخذ مني وقت طويل جدا، مثل ما حصل في النسخة القديمة يا شباب، تقريبا أخذ مني ساعة ونصف تقريبا لوحده فقط لكي أقوم باجتيازه. وكما أن المهمة سهلة يا شباب، ليس فيها شيء صعب، فقط عليكم المحاولة كل مرة إلى أن تنجحوا في الاختبار، هذا ما ستفعلونه فقط. أما الآن بدون أن أطول عليكم، دعونا لكي ندخل إلى المهمة مباشرة. ممتاز، الشباب جالسون يا شباب ويلعبون. ماذا؟ نعم، الورق. So this is it, huh? The great new business venture that's supposed to save all of our worthless lives. حسنا كيندل يا شباب، توبخهم لأنهم جالسين ولا يعملون من أجل مشروعه، وهو تطوير هذا المرآب إلى مرآب يعني كبير جدا. Don't worry, sweet baby. We're about to go get our first وإنشاء مشاريع أخرى. It works. What works? Oh, just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state-of-the-art satellite and mobile. يبدو أن زيرو اخترع شيئا جديدا، لكن لا نعرف ما هو صراحة. أنا لم أفهم شيئا. I don't know what he just said, but it's on. وسيجي يوافقني الرأي أيضا. قال لا أعرف ماذا صنع، لكن يبدو أنه سوف يعمل. أو لماذا السيارة محطمة يا شباب؟ فهمت. حسنا، زيرو اخترع أداة أو جهاز تمكننا من تعقب السيارات التي نحتاجها في المرآب يا شباب. لذا سوف نقوم باستخدام هذا الجهاز كما ترون الآن، وهو يعطينا إشارة سيارة ما، وها هي موجودة بالقرب منا، فيجب علي الإسراع واللحاق بها يا شباب حتى أستطيع سرقتها من صاحبها. حسنا، دعونا لكي نقترب. الإشارة الآن، ها هي، أظن أنها السيارة الموجودة. حسنا، هذه هي السيارة. نعم، هذه هي السيارة يا شباب، والآن حان الوقت لكي أقوم بسرقتها يا شباب. لحظة، تعالي 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 السيارة. وطبعا الطريقة الوحيدة التي يجب عليكم أن تقوموا بسرقة بهذه السيارة، وهي موجودة في اختبار القيادة، سوف تقومون بإنجازها في اختبار القيادة، وهي عبارة عن هذه الطريقة. لحظة، عندما أقترب منها وأتمنى ألا تستدير هذه السيارة. ممتاز، لم تستدير، هكذا هي. لا، ليس هكذا. حسنا، لحظة، يجب علي إيقافها بهذا الشكل. لحظة، ممتاز، جميل 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 جميل، على هذا الشكل، يعني مثل يجب أن تضرب السيارة من الخلف حتى تستدير، بعد ذلك سوف تتوقف. هذه قمت بها في اختبار القيادة يا شباب. يلا يلا. لماذا لم تنجح؟ لقد كانت تلك الحركة مثالية جدا يا شباب، لا أعرف لماذا لم تنجح، لكن سوف تنجح هذه المرة بإذن الله. لا، أوقفتها، لماذا؟ مشكلة، حصلت على نجمة، إني صدمت بسيارة شرطة أخرى. حسنا، سوف أعيدها، أو ماذا إن جربت من اليمين؟ حسنا، أظن أن المشكلة في اليسار.
آسف 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 آسف. ها هي الحركة قد نجحت يا شباب من الجانب الأيمن. هذا ما كان يجب عليه فعله. هذه الحركة سوف تتعلمونها في اختبار القيادة يا شباب. أما الآن دعونا لكي نقوم بأخذ هذه السيارة إلى الجراج التي نحتاجها. ها قد أوصلنا السيارة إلى الجراج أخيرا. ممتاز. حسنا. يمكنني إضافة سيارات الشوارع في المتجر. أوكي. السيارات التي أسرقها يمكنني إيجادها في غرفة العرض. جميل جدا. دعونا الآن لكي نقوم بمهمة واحدة أخرى. هيا لكي ندخل. تيست درايف. اختبار القيادة. حسنا. Hey Carl. There's two cars on the list, they say, and they're in the showroom across town. Let's go get them. حسنا. سيزر قال هناك سيارتان على القائمة موجودتان في صالة العرض في غرب المدينة. Okay, let's go get those wheels. وعلينا الذهاب والحصول عليها. حسنا، لكن نحتاج إلى سيارة لكي نركبها بالأول. وطبعا أنا لدي سيارة هنا. شوف الدبابة. يا سلام عليك. لحظة يا سيزر، لحظة. يلا اصعد. ممتاز، السيارة وضعتها. حسنا، هذا الجراج كبير جدا، يتسع للدبابة وكذلك للسيارة. أما هذا تاكسي. أتقول لي بأن التاكسي ينتظرنا يا شباب؟ والله لا أعرف صراحة، لكن لا أريد أي مشاكل مع رجال الشرطة. حسنا، دعونا نتجه مباشرة إلى غرب المدينة حيث توجد تلك صالة العرض والتي تحتوي على السيارتان التي نحتاجهما في قائمتنا يا شباب. وصلنا. إذن هنا توجد صالة العرض. لكن المشكلة أن السيارة موجودة في الطابق الثاني، وهذا سيء. ربما قد نحطم السيارة قبل أن نصل. سرقنا السيارات. حسنا، شوفوا السيارات الموجودة على الصور يا شباب. يا سلام يا سلام، شوفوا معي. جميل جدا. حسنا، هيا لنلحق بزيرو الآن. بسيزر عفوا. والآن لكي أقوم بتشغيل النيترو يجب عليه الضغط على إكس، لكن صراحة أنا لا أجد القيادة بالنيترو، لهذا سوف أقوم بالاصطدام بالكثير من الأشياء وقد أحطم السيارة يا شباب. لكن بهذا الشكل أستطيع يعني أن أبقى بالقرب من سيزر. هذا ما قاله، قال يجب أن تبقى بالقرب مني، أو ما قاله عفوا. حسنا. تلحقنا الشرطة، مشكلة. عندما يشغل سيزر النيترو سوف أشغله أنا أيضا. من الذي اصطدم بي؟ سيارة شرطة اصطدمت بي. لقد شغل النيترو. يلا أنا أيضا. حسنا، سوف أشغل النيترو أنا أيضا. أوكي. لا 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 لا، سبقني سيزر. يجب علي أن أبقى بالقرب منه وإلا سوف أفقده. ما هذا الجليتش؟ الله يا حبيبي، النيترو لم ينتهي بعد مني. حسنا، هذا جيد. Okay, Caesar. That's enough fun. Let's get these cars back to the garage. Okay, Caesar. Hey, hello, quick move. Hello, Kurt. What's back with any of your son? سيزر تلاحقه الشرطة. يا سلام عليك. لا 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 لا، هذا الغبي. اوكي، موجود بالقرب مني. ممتاز، لم افقد. ياهو. لقد دخل من هذه الغابة ومن هذه الحديقة. فقدنا الشرطة. جميل، والله رائع جدا. حسنا من هنا. الشرطة، يجب أن نرجع للخلف. أوكي. حسنا،
ثم نذهب من هنا. يا سلام عليك. اوكي وصلنا 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 يا شباب، وصلنا الى الجراج، ممتاز. يلا 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 يلا، توانين توانين وسوف ننتهي. جميل جدا، وصلنا السيارة لكنها محطمة، على الأقل أوصلنا معظمها، ممتاز. هكذا الآن أنجزنا هذه المهمة الممتعة جدا، والآن دعونا لكي ندخل مرة ثانية أو ثالثة. ماذا يفعلون؟ أعتقد أنهم يصلحون السيارة. هذه السيارة تخص سيزر. Hey, Cease, your boy is here. Yeah, my boy. Cease, لقد أتى صديقاً له، لكن يقول بأنه ليس صديقه. Hey, we're almost living a normal life, huh? This is far from Grove Street, right? كيندر قالت أننا أصبحنا نعيش الحياة بعيداً عن الحي الجروف ستريت. سي جي قال نعم انا لا استطيع اخراج فكره العوده الى الديار. والان قالت له وماذا عن سويت؟ حسنا، فقال لها سي جي عليه ان يتحمل وقتا اطول قليلا. Got a rap to you, Holmes. I know a guy who knows a guy who handles freight containers. حسنا، سيزر لديه أخبار سارة لنا، وهي أنه يعرف شخصا قال يعني أنا أعرف شخصا يعرف شخصا، وذلك الشخص يراقب البضائع القادمة إلى الميناء، ولقد رأى واحدة من صناديق الشحن تحمل سيارات، واحدة منها نحتاجها لإكمال قائمتنا يا شباب، قائمة السيارات التي تخصنا الموجودة في المرآب. لا أعرف أي قائمة يتحدثون عنها، لكن أظن أنها قائمة مهمة جدا لإكمال بناء مشروع المرآب الجديد. لذا دعونا الآن لكي نذهب إلى الميناء يا شباب، لكي نرى السيارات التي يجب علينا الحصول عليها، أو بالأحرى هي سيارة واحدة فقط وليس سيارتان. حسنا، لكن أنا من أين سوف أدخل؟ سأتي من هنا. حسنا، حطمت السيارة السيزر التي كنا نصلحها قبل قليل. إذن لماذا كان علي أن ألتف كل هذه الطريق بما أننا كنا سوف ندخل من هنا؟ حسناً، هذا هو الباب. أوكي، إذن هذا هو المكان. جيد، علي النزول من السيارة. أوكي، يلا دعوني أركن السيارة هنا. يلا ثم أذهب. رائع. علي ركوب هذه الرافعة. None of these is marked with spray paint. Well, we'll just have to try one at a time, eh? حسنا، لدينا هنا ثلاث حاويات، ولا نعرف أي حاوية التي تحمل السيارة التي نحتاجها. أوكي. إذا ضغطت على V أستطيع يعني الرؤية بشكل جيد، والآن كيف أنزل هذا الشيء؟ هكذا، نعم. ثم هكذا أستطيع رفعه. إذن دعوني أحول إلى مكان آخر. أو لحظة هكذا، والآن حسنا، أخاف صراحة أن أصدمها بمقدمة السفينة. ممتاز، هكذا 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 هكذا، ثم أضغط على سي، لا دبليو، ما زال علي رفعها قليلا، ثم يجب علي القيام بهذه الحركة. أيوة، ثم أنزلها وأضغط على الآر، ثم أرفع هذا الشيء.
حسنا، ليست هي السيارة المطلوبة. دعونا الآن لكي نعيد الكرة. والله مشكلة أنني أدوخ. حسنا، دعونا نضغط على الآر ثم نرفع. No luck, CJ. Try another. وحتى هذه ليست السيارة المطلوبة. إذن يبدو أننا وصلنا بقيت حاوية أخيرة يا شباب، وبالتأكيد سوف تكون السيارة المطلوبة. حسنا، دعونا نعود للخلف قليلا. ممتاز، أيوة جميل جدا. ثم ننزل المغناطيس. ممتاز، أمسكنا بالسيارة، أمسكنا بالحاوية، والآن حسنا هذه الحاوية الأخيرة يا شباب، لذا سوف تكون السيارة التي نبحث عنها 100%. نعم هذه السيارة، لكن يوجد شخص ما بداخلها. أوه، لقد أتوا بعض الأشخاص. حسنا، ولقد وصلوا بعض الأشخاص يا شباب، أظن بأنهم من العصابة. الآن سيزر يحتاج إلى مساعدة، دعوني أساعده يا شباب. ممتاز، قتلناهم. هناك أشخاص قادمون أيضا. حسنا 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 حسنا. قتلتهم قبل أن ينزلوا من السيارة. ما زال هناك أشخاص آخرين. حسنا، هذا سهل جدا، نستطيع قتلهم بسهولة. جميل جدا، يلا لنركب الآن إلى السيارة ثم نغادر هذا المكان. لكن أين الطريق من الجهة الأخرى؟ يا سلام، والله قيادة هذه السيارة جميل جدا يا شباب. والله صراحة السيارة تستحق ذلك العناء يا شباب. حسنا، دعوني الآن لكي أخذ السيارة إلى الجراج. لقد حصلنا على السيارة التي كنا نبحث عنها لإكمال قائمتنا. حسنا، ها نحن ذا. أوصلنا السيارة بدون أي خدش. جميل جدا. أوكي، وما هذا؟ حسنا، هذه لائحة بقائمة السيارات. حسنا، هذه لائحة بقائمة السيارات للتصدير، وبعد أن نحصل على السيارات التي الموجودة في تلك اللائحة يجب علينا أخذها إلى تلك السفينة، إلى تشيك بوينت في تلك السفينة. فهمتم الآن؟ حسنا، أوكي يا شباب، أعتقد بأنني سوف أكتفي بهذا القدر، وسوف أقول لكم هنا وصلنا إلى نهاية المقطع. فأتمنى أن تعجبكم هذه الحلقة، وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقوموا بتفعيل زر التنبيهات كتمة بكم كلما نزلت مقطع جديد. وصلوا المقطع مع أصدقائكم. أراكم في المقطع المقبل إن شاء الله. كان معكم أيوب أويوبي، إلى اللقاء.